أنا أتذكر لما كنت صغيرة كنت أحب التعليم، ولما كبرت عرفت أن التعليم الطريق الوحيد اللي يقدر يغير حياتي. وفي كثير من البنات بيفكر نفس تفكيري، وفي القرية في ساعات الصبح قليل من البنات بيركبن باص المدرسة الثانوية، والأغلب بيظلن في البيت. هذا قدر كثير من بنات البدو في النقب، عائلاتهن بفضلوا إنهن يظلن في البيت بيسرحن مع الغنم، وهن بفضل يتعلمن.